وينضم إلينا من الشارقة الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين في الخارج بالإمارات. أهلا بك. يعني حدثنا أكثر عن يعني الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد. أهلا بحضرتك يا فندم. أولا إحنا في دولة الإمارات الاستعدادات من خلال تشكيل فريق العمل تحت الحملة الانتخابية. فريق العمل في سواء في إمارة أبو ظبي أو العين ده بيتبع اللجنة الانتخابية الأولى في السفارة المصرية في أبو ظبي. نعم. فريق باقي فريق العمل في اللجنة الانتخابية الثانية وهي في القنصلية المصرية بدبي، وبتضم دبي والشرقة وعجمان وخرفكان وأم الكوين ورأس الخيمة والفجيرة. تم تشكيل فريق العمل من فتره كبيره يعني، والتدريب على الاستعدادات، الحشد، نقاط تمركز المصريين اللي هم في المناطق ذات الكثافه، تحديد مختصين من داخل فريق العمل لحصر المناطق ديت والاشراف عليها والاشراف على تسهيل المهمه للناخبين ان هم يجوا يدلوا بصوتهم في اللجنه الانتخابيه في دبي، ايضا توفير وسائل النقل المجانيه اللي هي الباصات للمناطق اللي فيها كثافه وبتبعد عن اللجنه الانتخابيه في دبي. ايضا الحشد كله بيحس المصريين على المشاركه. تم التواصل من وقت مبكر مع الشركات اللي فيها كثافه عماليه مصريه على انهم يعني يسهلوا لهم ان هم يحضروا للادلاء بصوتهم. واحنا بنمتاز بخصوصيه في دوله الامارات على اعتبار ان 1 و2 و3 ديسمبر اللي هم الوقت المخصص للانتخابات هم بيصادفوا العيد الوطني لدوله الامارات. نعم. فده بيمثل اجازه رسميه سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. ده هيعطي لنا في دوله الامارات خصوصيه اكثر من الدول الاخرى ان يبقى فيه مشاركه اوسع وفيه كثافه وفيه اقبال على اللجان ان شاء الله. اذا سيكون هناك يعني الامور ميسره في البلاد. يعني طرحت حضرتك ان هناك ستكون اجازه بالفعل في الدوله. اذا سيكون هناك اقبال بما لا شك فيه على الانتخابات. يعني دعنا نتحدث ايضا عن مراقبه سير عمل اللجان وايضا ارشاد الناخبين. حضرتك من خلال فريق العمل بيكون في ناس موجودين من فريق العمل داخل اللجان الانتخابيه، بتكون مهمتهم لو في معوقات او حاجه يزيلوها او ييسروها. ترتيب الناخبين في خارج اللجنه ده بتبقى حضرتك مهمه الامن، وبالتعاون برضو مع فريق العمل المشكل. نعم دكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين في الخارج بالامارات، جزيل الشكر لك.